تعزيز لآليات وقنوات التواصل المباشرة وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق المنصة الهاتفية ألو 300 في 25 من مارس الماضي بهدف تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين وتلقي شكاياتهم للمساعدة الطبية الاستعجالية المرتبطة بالجانب الصحي المتعلق بفيروس كورونا المستجد. وانضافت هذه المنصة للخطين الهاتفيين لوزارة الصحة ألو اليقظة الوبائية وألو ساميو 141 تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وابتداء من 25 مارس 2020 قامت القوات المسلحة الملكية وبتنسيق مع وزارة الداخلية بإنشاء واحد المنصة هاتفية. هذه المنصة أطلق عليها اسم ألو 300. الهدف منها هو دعم قنوات الاتصال المباشر ما بين السلطات والمواطنين والرفع من مستوى اليقظة عند المواطنين بخصوص مرض كوفيد 19. كيشرف عليها واحد المجموعة ديال الفرق، وهذه الفرق مكونة من أطباء عسكريين مدعومين بأفراد من سلاح الإشارة، وبطبيعة الحال دائما بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. ألو، السلام عليكم. مركز الاستماع الخاص بمرض كورونا المستجد، مرحبا. وعليكم السلام يا سيدي. وي سيدي، مرحبا. بغيت نسولك، عافاك انا كي سؤال كنكحب بزاف. نعم سيدي، السؤال كنكحب بزاف وعندي سؤال جاف زعما كحبه ناشفه. وي سيدي، فوقاش بدا هذا السؤال هذا سيدي؟ هذه 3 ايام. 3 ايام، كاين شي اعراض اخرى سيدي عندك؟ كنحس كاين ارتفاع درجه الحراره، كنعبرتها. عبرتيها سيدي شحال؟ 38. المنصة ومنذ إطلاقها سجلت لحد الآن حوالي 38 ألف اتصال هاتفي، أي بمعدل 9500 مكالمة في اليوم. وعليه فإن الاتصالات يسهر على تلقيها استشاريون عن بعد، أطباء على مستوى التكوين تهم طلب معلومات حول الأعراض التي يشعر بها المتصلون ومدى تطابقها مع أعراض كوفيد 19، كما أنه يتم توجيه الحالات المشتبه فيها إلى المراكز الاستشفائية القريبة من خلال تزويدهم بما يتعين عليهم القيام به من أجل التكفل بهم. حنايا هنايا مجموعة الأطباء كنستقبلوا المكالمات ديال المواطنين والمواطنات اللي عندهم أسئلة على المرض الكورونا المستجد، أو اللي عندهم أعراض كيقولوا لنا الأعراض اللي عندهم، كنحاولوا ندققوا معهم في المعلومات، نحاولوا نشوفوا شنو هما الأعراض الأخرين اللي كيكونوا فيهم، وكنقيدوا المعلومات ديالهم، كنقيدوا اي حاجه كتعلق بالاعراض ديالهم، وكنعطيوها للسلطات المعنيه وهما كيتكلفوا بالامر. فيما يخص الحالات المحتمله نقوم بملء استماره التي نوجهها للسلطات المعنيه من اجل القيام باللازم على اسرع ما يمكن. منصة ألو 300 يسهر عليها 25 طبيب وطبيبة على مستوى التكوين في كل فترة مداومة تدوم لثمان ساعات على مدار 24 ساعة، حيث يلتزمون بقواعد النظافة والسلامة الصحية وينخرطون في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية. وبخصوص الشكايات التي يتم التوصل بها، يتم استقبالهم من طرف التمثيلية الدائمة لوزارة الداخلية على مستوى هذه المنصة الهاتفية، ثم يتم توزيعها على ولايات وعمالات وأقاليم المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هنا بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط تعمل مصلحة التواصل ألو 300 على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالجانب الصحي المتعلق بفيروس كوفيد 19، كما تقوم هذه الفرق على توجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب كل حالة. خديجة شاكري، N24، الرباط.